إنما يحدث في العراق هو قلاقل سياسية تحتاج إلى أن يكون هناك نوعا من الاستقرار والهدوء وأن يختفي العنف من الشارع العراقي، وهذا مستمرا سواء بعد خروج القوات الأمريكية أو قبل، وهذا ما يحتاج إلى أن يكون هناك دعما من دول الجوار ودول العالم من أجل هدوء واستقرار العراق وأن يعود كما كان في أوضاع أفضل العصر.